تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصة النهاية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كالعادة بنبدأ الدعاء لمرضى المسلمين. بدعو لأخي وحبيبي الأستاذ هشام عويس، وبدعو للحج نبيل فارس، وبدعو لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وبدعو لزميلتنا هنا في قناة الناس الأخت عبير أبو السعود. أسأل الله عز وجل أن يشفيهم جميعا وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يرحم جميع موتى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نكمل حبيب قلبي مع بعض الحلقة الرابعة النهاردة في قصة النهاية. سيتبقى النهاردة ثمرات الإيمان بأشراط الساعة، والحلقة اللي جاية هنتكلم عن الذين ينكرون البعث، ونذكر الأدلة على البعث يوم القيامة، ثم نبدأ في الحلقة السبت اللي بعد اللي جاي إن شاء الله في شرح أشراط الساعة الصغرى، 94 علامة من علامات الساعة الصغرى، نحاول بفضل الله سبحانه وتعالى أن احنا نوجزها في أقرب وقت عشان نخش في أشراط الساعة الكبرى ثم الملاحم الكبيرة التي تحدث قبل قيام الساعة. متعة، متعة كبيرة جدا. يعني أنا في حاجات معينة كده لما باجي أكتب فيها بكتبها وأنا مستمتع، لكن في كتب وأنا بكتبها مش عايزة تخلص. كان من ضمنها كتاب قصة النهاية، ده كانش نفسي يبقى ليه نهاية خالص. يعني ليه؟ انت بتستمتع بقى وانت عمال تكتب بقى عن أشراط الساعة والملاحم والفتن والأشياء التي ستحدث قبل قيام الساعة، تشعر كأنك عايش في دنيا غير الدنيا. وانت عارف الإنسان بطبيعته مولع بحب علم الغيب أو الغيبيات أو الأشياء اللي هو ما شافهاش، ويعني يدوب بيسمع عنها فقط كده، فالإنسان مولع بمعرفة مثل هذه الأشياء. تعالوا نبدأ لقاءنا النهاردة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قيام الساعة، النهاردة هنتكلم عن ثمرات الإيمان بأشراط الساعة. قيام الساعة يعتبر نهاية نظام العالم، وده ما بيقلش أهمية عن بداية خلق الكون. وإن شاء الله أنا بعد لكم أيضا سلسلة بعنوان قصة البداية، هقول لكم فيها حاجات سبحانك يا رب. يعني دي فايدة بقى إن أنت تتعامل مع كتب وتغوص كده في وسط المراجع والكتب. موضوع شاق ومتعب وعايز وقت كبير جدا جدا، لكن وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. ده أفضل 1000 مليون مرة من إن أنت تتعايش مع كمبيوتر وسيديهات وموسوعات ونت وحاجة زي كده. طبعا مش حرام، لكن بقول بيفوت عليك حاجات كتير جدا. يعني أنت بتخش على معلومة معينة يجيبها لك من على النت ينزلها لك، إنما لما تقعد تبحث البحث الأكاديمي إن أنت تجيب مراجع وكتب وحاجات كده ضخمة كده وتقعد تبحث، في وسط ما انت بتبحث عن معلومة بتلاقي في وشك كده ايه 50-60 معلومة تاخدهم في السكة. ده ينمى عندك ثروتك العلمية ويفتح ذهنك ويفتح افاق العلم عندك. دي بتبقى حاجة جميلة جدا، وهو ده الاسلوب اللي تعلمناه من مشايخنا وعلمائنا. ربنا يحفظ الجميع رب العالمين وينفع بالجميع، اللهم امين يا رب العالمين.
وإذا قيام الساعة يعني نهاية نظام هذا العالم. ولذلك تسبقه أحداث كبرى بتعمل الأحداث دي بتكون خارقة للعادة، بتكون كالمقدمة لقيام الساعة. قبل ما تقوم الساعة لازم تيجي علامات ساعة صغرى، بعضها يقوم وينتهي، خد بالك. وحتى المرة اللي فاتت كنت بداعبكم وبقول لكم والنبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، ومش هقول لكم ان انشقاق القمر من علامات ساعة صغرى، هو من علامات ساعة صغرى طبعا، لكن انا حبيت بس اعمل لكم ايه كلغز تعرفوه بعد في الحلقة اللي بعدها. فانشقاق القمر من علامات الساعة الصغرى، وده هيمر بينا بقى احنا بنتكلم بقى في الموضوع ده، واخد بالك. وبرضه لغز مثلا ان ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام هل هو من علامات الساعة الصغرى؟ لا، مش ميلاده هو من علامات الساعة الصغرى، انما بعثة النبي هي اللي من علامات الساعة الصغرى، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى. يبقى مش ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى، انما بعثته صلى الله عليه وسلم ووفاته، الحاجتين دولت من علامات الساعة الصغرى. فانتوا هتتعايشوا مع، لابد يكون قبل ما تقوم القيامة يبقى في علامات ساعة صغرى تظهر وتنتهي، ثم علامات صغرى تظهر وتستمر، ثم علامات ساعة صغرى لن تظهر إلا بين ثنايا علامات الساعة الكبرى. واحنا شرحنا الموضوع دوت المرة اللي فاتت. يبقى إذن فعلامات ساعة صغرى دي يعني أو أشراط الساعة عموما يعني هي من ضمن الإيمان باليوم الآخر، وهو من الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب والإيمان بأشراط الساعة له ثمرات عظيمة جدا في غاية روعة. هو ده موضوعنا لله، دي هنتكلم عن ثمرات الإيمان بأشراط الساعة. أنا أؤمن أن في أشراط ساعة، أنا أؤمن أن في يوم قيامة، أنا أؤمن أن في ملاحم ستقوم قبل قيام الساعة، لأن الذي أخبر بذلك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا في عجالة سريعة كده نشوف إيه هي الثمرات اللي ممكن أتحصل عليها أنا كمؤمن، وتتحصلي عليها حضرتك كإنسانة مؤمنة إذا آمنا بأشراط الساعة. أول ثمرة تحقيق ركن من أركان الإيمان الستة، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر باعتبار أن أشراط الساعة من مقدمات اليوم الآخر، كما أنه أيضا من الإيمان بالغيب. وربنا سبحانه وتعالى أثنى على أهل الإيمان والتقوى في أول سورة البقرة، كان أول وصف ليهم لوئي الذين يؤمنون بالغيب. يبقى أنا لما أؤمن بأشراط الساعة الصغرى أو الكبرى أو الأشياء اللي هتستحدث قبل القيامة، يبقى أول حاجة ده تحقيق لركن من أركان الإيمان الستة، اللي هو ركن الإيمان باليوم الآخر، لأنه أيضا باعتبار أن أشراط الساعة من مقدمات الإيمان أو من مقدمات اليوم الآخر، كما أنه كما ذكرنا من الإيمان بالغيب. في الحديث لو تفتكر حضراتكم الحديث الذي رواه مسلم، لما جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صورة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو دحية الكلبي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. كان في صحابي اسمه دحية الكلبي، كان شكله جميل جدا ووسيم كده وما شاء الله شكله كده أبهة. فكان سيدنا جبريل النبي شافه في صورته الملائكية مرتين، سادا ما بين السماء إلى الأرض وما بين المشرق والمغرب، ثم رآه في صورة بشرية، فأخبر الصحابة أن سيدنا جبريل عليه السلام كان يأتي في صورة دحية الكلبي، يعني يتمثل في صورة دحية الكلبي، شكله جميل ده وسيم ما شاء الله، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويعني تحدث ما بينهم بعض الجولات والصلاة العلمية. فمن ضمن الحديث كما في الحديث الذي رواه مسلم، جبريل عليه السلام جاء وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ركبته إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإيمان فأجابه النبي، سأله عن الإحسان فأجابه النبي، ثم سأله عن أشراط الساعة، خد بالك، أو عن وقت قيام الساعة وأمارات الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ فلما انصرف جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فعد النبي صلى الله عليه وسلم، وده بقى من فقه بقى العلماء الكبار اللي علمونا الحديث، فعد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن أشراط الساعة، عده، خد بالك بقى، عده من الدين، قال إن ده من الدين. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هو علمهم إيه؟ علمهم الإسلام، الإيمان، الإحسان، أشراط الساعة أو علامات الساعة. طيب يبقى أول ثمرة بجنيها من وراء الإيمان بأشراط الساعة، أول حاجة، أول ثمرة، إن أنا بحقق ركن من أركان الإيمان. ما هو لازم أركان الإيمان تكتمل في قلبي،
قبلك يعني ما ينفعش أؤمن بالله سبحانه وتعالى ثم لا أؤمن بالملائكة، ثم لا أؤمن بالقضاء والقدر، ثم لا أؤمن باليوم الآخر، ثم لا أؤمن بالكتب ولا بالرسل. ما ينفعش، لابد أن يكتمل الإيمان بالأركان الستة كلها باكج كده على بعضها، إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة وكل حاجة، كل أركان الإيمان الستة لابد أن يكون عندي كمؤمن، يكون عندي إيمان بإيه أركان الإيمان، حتى بسموها ركن. ركن خبر حضرتك، ركن ده عارف حضرتك الأعمدة اللي بتقوم عليها البناية، ركن ركن يعني لو تشال ركن ما ينفعش، ما ينفعش أن أؤمن بالملائكة والكتاب والكتب والأنبياء وخبر حضرتك واليوم الآخر وجامد كله والقدر ولا أؤمن بالله سبحانه وتعالى، يبقى أنا كده نخط كل حاجة وخبر حضرتك. فهنا يبقى أنا حققت ركن من أركان الإيمان الستة، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر، ثم إن هذا من الإيمان بالغيب الذي أثنى المولى عز وجل على من آمن به، فقال جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب. الثمرة الثانية إشباع الرغبة الفطرية في الإنسان. الله، دايما الإنسان يا جماعة هو جبل على كده، مولع بالحاجات الغيبيات، ولذلك تجد مثلا من أكثر البرامج اللي فيها رواج قوي قوي في بعض الفضائيات موضوع عالم الجن والشياطين وموضوع الأحلام وتفسير الأحلام، مع أن الكلام ده كله يعني ده خرافات، ده خرافات بتمارث في دين الله سبحانه وتعالى. مش موضوع عالم الجن والشياطين، لا، عالم الجن والشياطين موجود ومذكور وفي سورة كاملة في القرآن اسمها سورة الجن، لكن أنا بتكلم عن موضوع تفسير الأحلام عبر الفضائيات. ما ينفعش تفسير أحلام عبر الفضائيات بالمرة، وإلا ده يبقى ده تخريف في دين ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه تخريف يا شيخ محمود؟ هو مش وارد تأويل الرؤى والأحلام؟ أو وارد طبعا، لكن يعني معلش أنا يعني عندي حاجة كده، ربما أكون أنا بختص بها نفسي وربما أكون أنا مخطئ. أنا من جوايا أعتقد أن تفسير الرؤى والأحلام ومثل هذه الأشياء لا يقوم بها إلا نبي أو صحابي في وجود نبي. طب ليه؟ قال لك لأن دي أمور غيبيات، واحد بيقول أنا شفت كذا، خد بالك، طيب فيقول لك آه يبقى هيحصل لك كذا. طب هيحصل لك كذا دي بتعمل مين؟ ده كل ده أمور ملهاش علاقة بعالم البشر، دي أمور متعلقة بغيبيات. أنا بقول لك أنت تقول لي شفت كذا، بقول لك خلاص أبشر في فلوس جاية لك إن شاء الله بكرة. طب عرفت منين الفلوس جاية بكرة؟ ما يمكن أخسر بكرة. فلان شاف كذا يبقى هيتجوز، فلان شاف كذا يبقى كذا، فما يصلحش بالإضافة لحاجة إن ممكن أنا أشوف رؤية وأخويا الفاضل اللي واقف على الكاميرا يشوف رؤية، ومخرجنا الجميل يشوف رؤية، وأخونا اللي ظبط الإضاءة ربنا يحفظ الجميع شاف رؤية، وهي نفس الرؤية. فلو روحنا إحنا الأربعة وإحنا الخمسة لأحد العلماء وقلنا له سمحت أنا شفت كذا، والتاني شاف نفس الرؤية، والثالث والرابع والخامس شاف نفس الرؤية، هيقول لا الموضوع يختلف، ليك انت يبقى المقصود بها كذا، وليك انت المقصود كذا، وليك انت المقصود كذا. عارف الكلام ده منين؟ قال لك من قسمات الوجه. ابن سيرين كان مشهور بتفسير الأحلام، خد بالك، والكتاب اللي موجود اللي هو تفسير ابن سيرين بعض أهل العلم شكك ان هو الكتاب بتاعه، إنه ما كتبش كتب في تفسير الأحلام، فشكك إن الكتاب ده ممكن يكون كتبه حد من أجل ترويج بضائع، من أجل ترويج، يعني ممكن يكون جمع فقط تفسيره لبعض الأحلام في بعض الكتب اللي كانت موجودة عند السلف، خد بالك، مثلا كالإمام ابن الجوزي أو الإمام ابن الأثير أو غير ذلك، وراح مجمعها في كتاب وسمها تفسير الأحلام لابن سيرين. لما هو ابن سيرين نفسه ما عملش كتاب مخصوص اسمه تفسير الأحلام. فابن سيرين لما يقول اثنين، فواحد بيقول له أنا شفت في المنام إن أنا بأذن، خد بالك، والتاني واقف جنبه قال له وأنا برضه شفت نفس رؤية، شفت إن أنا بأذن، فبص للأولاني كده بص في وشه قال له أبشر ستحج في هذا العام، قال له حج جبتها منين؟ قال له من قول المولى عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الله، التاني بقى قال له طب إلى الله فإنك سارق أنت حرامي، قال له عرفت منين؟ قال له من قول المولى عز وجل وأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون، خد بالك، فده شاف أذان وده شاف أذان، قال لي دوت هتروح تحج، وقال لي التاني أنت حرامي توب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي نفس الرؤية. طب تخيل ده لو كان عبر تلفاز، هو مش شايف الوش، مش شايف قسمات الوجه، هيجي لك واحد مثلا تاجر مخدرات، واحد خمرجي مثلا،
واحد قتل قتلة واتصل بيك عم الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. شفت في المنام ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسنا الرداء بتاعه وعمل كذا وسوى كذا. فانت باستبشار كده ولابد ان انت طبعا كرجل متصدر لتأويل احلام حاجة زي كده لازم تقول كلام حلو يعني. مش معقول واحد يتصل بيك يقول لك مثلا شفت المنام كذا فتقول له ابشر انت داخل النار. مش معقول يعني تقول له ابشر ان شاء الله كذا. فلو قال له كده هيقول له ابشر ده النبي بيحبك وده كذا ومع ان هو ايه قتل قتل. فالشاهد في الموضوع ان رؤيه الوجه لها لها بتبقى اساس في تعبير الرؤيه رؤيه الوجه. فان سلمنا انه يصلح ان يؤول الرؤى واحد من العلماء, واحد يكون عنده علم, يكون عنده اصول علميه ثابته راسخه يقدر من خلالها ان هو يستنبط هذه التاويلات. فانا بشوف ان حتى لو تجاوزنا عن ان الذي يفسر الرؤيا لابد ان يكون نبيا او يكون صحابي في وجود نبي, لان ابو بكر الصديق كان يؤول رؤيا احيانا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم يصدق على كلام ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. اللي دخلنا في الموضوع ده ايه, ان انا قلت لك ان الانسان مولع بحب علم الغيب. هعمل لك النهارده مثلا برنامج عن ايه, عالم الجن والشياطين, وعمل مؤثرات صوتيه كده في بدايه البرنامج واخد بالك, وحاجات كده بتطلع واصوات مرعبه ومش عارف ايه, فانت تبقى متشوق قوي. فاجي اقول لك تعالى بقى اعرفك بقى الجن عايشين ازاي, بياكلوا ازاي, كيف يتناكحون ويتناسلون, طب ذريتهم عامله ازاي, طب بيسكنوا فين, طب بياكلوا ايه وبيشربوا ايه, طيب ازاي ان هم بيوسوسوا للانسان, طب فين عرش ابليس موجود, طب فين كذا, رغم ان كل الغيبات انا بقولها عندي دي سليمه وعندي منها 100 دليل من الكتاب والسنه, لكن لان الانسان مولع بعلم الغيب هو يبقى مشتاق جدا للبرنامج ده. يبقى البرنامج ده لو عملته لك فرقعه, واخد بال حضرتك. موضوع الاحلام بالنسبه برضه للاعلام فرقعه. ليه فرقعه؟ الناس مولعه بعلم الغيب. انا شفت رؤيه النهارده, ايه الغيب اللي من ورا الرؤيه ديت, ايه تفسيرها, فنفسي اعرف, نفسي اعرف مين اللي ايه تفسير ورا الرؤيه ديت. كذلك نفس الحكايه بقى اشراط الساعه الصغرى والكبرى وقيام الساعة والملاحم والفتن وكل الأمور دي كلها نفسي أعرفها. نفسي أعرف إيه اللي هيحصل, نفسي أعرف إيه علامات الساعة الصغرى دي, كم علامة, والعلامات دي إيه الدليل على إنها علامات, وإيه اللي هيحصل بقى في العلامات دي, وهل كل علامات الساعة هي شر ولا كلها خير؟ لا طبعا لا كلها خير ولا كلها شر, في منها علامات شر وفي منها علامات خير, وفي منها علامات لها خير ولا شر, انما مجرد اخبار عن حاجه بتحصل, واخد بال حضرتك. يبقى اذا لابد ان احنا نعرف بقى علامات الساعه الصغرى او الكبرى ازاي ان احنا نتعامل, وده اللي احنا بقى نقوله الفتره الجايه دي, كيف نتعامل مع اشراط الساعه الصغرى والكبرى والفتن والملاحم والامور اللي هتحصل قبل يوم القيامه. كل الامور دي لازم انا كمسلم بعرفها. النهارده لما يكون حضرتك او حضرتك مسافر مثلا رحله, مثلا مسافر رحله للصين, قبل ما تروح البلاد الغريبه ديت, بلاد الصين والهند واليابان, بلاد بالنسبه لنا غريبه, احنا ممكن نروح مثلا بلاد عربيه فعارفين ايه اللي بيحصل فيها, ممكن نروح حتى اوروبا عارفين ايه اللي بيحصل فيها, انما بلاد المشرق ديت بلاد كلها عجيب, سواء بلاد الهند ولا الصين ولا باكستان ولا افغانستان ولا اليابان ولا كشمير ولا كل البلاد ديت فيها عجيب, خد بالك. حتى النبي عليه الصلاه والسلام اشار الى تلك البلاد وقال الا ان الفتنه تأتي من قبل المشرق. فعلا أغرب الفتن دي تجد من الكتلة بقى إيه؟ من الكتلة الشرقية دي, خد بال حضرتك. فبالتالي لما حضرتك مسافر أو حضرتك مسافرة الهند أو الصين بتقعد تسأل الناس هناك عادتها إيه؟ بيتعاملوا إزاي؟ يعني برضو ولما عاوز أروح هناك أتكلم معهم إزاي؟ أتعامل إزاي؟ عاوز أسكن هعمل إيه؟ أشتغل إزاي؟ يعني لما عاوز أعمل بيزنس هناك أعمله إزاي؟ لازم تسأل عن كل التفاصيل. فما ظنك إذا كنت مقبلا على حدث عظيم مثل يوم القيامة والحساب والبعث والحساب والميزان والصراط والآخرة والجنة والنار؟ لا ده لازم تدرس بقى الموضوع ده, الموضوع ده أهم مليون مرة من سفرية صين ولا هند ولا يابان ولا كان ده كله. ده أنت مقبل على الله سبحانه وتعالى, دي آخرة يا جماعة, آخرة لازم تعرف مصيرك رايح فين وجاي منين. فعشان كده من ضمن الثمرات الإيمان بأشراط الساعة إن ربنا سبحانه وتعالى بيطلعك من خلالها على بعض الغيبيات اللي النفس البشرية بتتمنى إنها تعرفها.
اي واحد يقول لك اه نفسي اعرف والله ده مجرد سبحانك يا رب، ده النهارده بتبذل جهود وبتنفق اموال بالملايين بل بالمليارات عشان يتعمل مثلا ايه سفينه فضائيه، مكوك فضائي عشان نطلع القمر ونشوف ايه الغيبيات الموجوده في القمر، عايزين نلف على الكواكب، المشتري ده في ايه والمريخ في ايه. لو جيت النهارده قلت لك حبيب قلبي ايه رايك بقى ان النهارده هقول لك كل اللي موجود على كوكب المريخ، وعملنا اعلان مثلا على قناه الناس وانتظروا اللقاء مش عارف ايه اللي هيكسر الدنيا، والشيخ محمود مصر هيقول لكم النهارده ايه اللي بيحصل فوق المريخ وايه الكائنات الموجوده في كوكب الزحل وايه الاطباق الطائره اللي كانت مش عارف دمويل. خد بال حضرتك كانوا طبعا بيضحكوا علينا في الثمانينات ويقول لك والاطباق الطائره وفي كائنات عايشه مش عارف في الكوكب اللي جنبينا ونزلوا مش عارف فين وراجل شافهم ونزلوا دخلوا عليه ضربوه وجريوا وركبوا الطبق الطائر، وبعدين انت برسمني عم الحاج وبرسم لك رسمه كده وشفت واحد مش عارف منظره عامل ازاي ورجليه قد كده وراسه قد ماشي ازاي يعني طب احسبها بالعقل كده، راجل رجليه قد كده وراسه قد الاستوديو، طب الراجل ده ماشي ازاي يعني رجليه دي شايله ازاي، حاجات كده واخد بالك. وما فيش واحد فيهم يعني سبحانك يا ربي ما فيش حد فيهم حتى منظره حتى ايه يدل على الآدمية. الموضوع ده اثار الناس يقعد يتكلم عن مثلث برمودا يقول لك ويتالف فيها كتب. مثلث برمودا ايه الحكايه؟ مثلث برمودا ايه علاقته باشراط الساعه؟ واشمعنى السفن والطيارات لما تيجي فوق مثلث برمودا تيجي عند الحته دي بالظبط لازم تختفي، واي رادارات بتتعطل والاقمار الصناعيه بتقف والاتصالات بتنقطع والتليفونات والمحامين مش عارف ايه كل حاجه بتبوظ، وسبحان الله ويقول لك واي طياره بتعدي في الحته ديت او اي سفينه خلاص بعد كده الله يعوض عليه خلاص اختفت. امور كتيره جدا ليه؟ لان الانسان مولع بعالم الغيب. عالم الغيب ده لو هتسلم ودانك لواحد ما هواش بيذكر لك علم شرعي سليم هيوديك في متاهات، وهيقعد يقول لك كمية خرافات لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. لو إن الإنسان ما عندوش دين وما عندوش إن 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 يوم القيامة ربنا هيسألني عن كل كلمة وكل حرف أنا بقوله لكل مسلم قاعد قدامي أو حتى كل غير مسلم قاعد قدامي، لولا هذا كان ممكن الواحد بقى يقعد إيه ويقول لك بقى تعالى بقى أحكي لك بقى أسرار مثلث برمودا، تعالى أقول لك أسرار الأطباق الطائرة، تعال اقول لك اسرار العلاقه بين المد والجزر والقمر وليه بيحصل ده، لان في ناس هناك موجوده وبتشتغل برموتات وبتعمله ويسرح بيك. انما لابد ان انت لما تسمع امور الغيبيات ديت لازم تسمع الكلام من انسان بيذكر لك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا هيبقى الدنيا مليانه كم من التخاريف مش هنخلص منها. عشان كده احنا بنقول لا احنا عندنا في كتاب وسنه ويكفينا ما عند الله سبحانه وتعالى وما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ده كفايه علينا قوي قوي قوي. وعشان لما نيجي نتكلم عن شاط الساعه الصغرى والكبرى والوسطى ان صح التسميه، يعني طبعا بيطلقوا على مثلا المهدي عليه السلام انه اشراط الساعه الوسطى، فلو قلناها تجاوزا ماشي ما فيش مشكله، اشراط لكنه من اشراط الساعه. ظهور المهدي عليه السلام وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يزعم الشيعة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون أمنا عائشة ويتهمونها بأبشع التهم ثم يتقربون ويخدعون المسلمين من منطلق حب آل البيت. لا والله، نحن أهل السنة نحب آل البيت ونتقرب إلى الله عز وجل بحب آل البيت. شايف الموضوع؟ يبقى الثمرة الثانية من أشراط من الإيمان بأشراط الساعة موضوع مهم جدا وخطير جدا، وأنا عشان كده اخترت الموضوع ده اليومين دول بالذات. ليه؟ عشان والله العظيم يا جماعة أقسم لكم بالله لو إن فعلا قلوبنا دي اتملت برؤية اليوم الآخر وإن في آخرة وإن في موعد هنقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، كل مشاكل العالم العربي والإسلامي هتختفي، لأن كل واحد هيوقن بقول المولى عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، وقول المولى عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويوقن بقول المولى عز وجل
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ويوقن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. ده مسألة مهمة جدا. يبقى تاني ثمرة إن إطلاع الإنسان على الـ الأمور الغيبية من الإيمان بالساعة الشتى الصغرى والكبرى والملاحم التي تحدث. الحقيقة في الموضوع إن إخفاء وقت قيام الساعة، ربنا لم يخف علينا علامات الساعة الصغرى ولا الكبرى، لم يخفى علينا، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة، والصحابة أخبروا التابعين، والتابعين أخبروا من بعدهم. يبقى إذن لم يخف المولى عز وجل علينا مقدمات اليوم الآخر، لم يخف علينا أشارات الساعة الصغرى والوسطى والكبرى، أو أشارات الساعة الصغرى والكبرى، خد بال حضرتك، إنما أخفى علينا فقط وقت قيام الساعة يوم القيامة. دي الحاجة اللي ربنا أخفاها علينا، أو دي من ضمن الحاجات المهمة قوي. إن احنا تكلمنا المرة فاتت عن مفاتيح الغيب الخمسة، كم من ضمنها؟ من ضمن مفاتيح الغيب الخمسة اللي هو إيه؟ إن محدش يعرف متى تقوم الساعة، خد بالك، محدش يعرف إيه متى تقوم الساعة. فطب ليه ربنا خلى قيام الساعة مش عارفينه؟ لما ده مصلحة لينا، ربنا أخفى عنك وقت موتك، وأخفى عنك يوم القيامة، ولم يخفى عنك لأشراط الساعة الصغرى والكبرى. أخفى عني وقت موتي ليه؟ لأن أنا لو أعرف أن أنا هموت وأنا عندي 55 سنة وثلاث شهور وأربعة أيام وخمس ساعات، واخد بالك، فلو هموت وعندي 55 سنة وكم يوم، هفضل أعصي ربنا لحد ما يبقى عندي 55 سنة، وقبل ما أموت بأربعة أيام أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأعمل كل الأعمال الصالحة ويبدل الله سيئتي حسنات. يبقى إذن كده إيه؟ هيكون الحياة إيه؟ ضيعة بالنسبة لي، مفيش استعداد للآخرة. إنما لما أكون أعلم يقين أن أنا مش عارف أموت إمتى، فأعمل إيه؟ فليل ونهار بقى بجتهد لعله أن يختم لي اليوم. الإمام ابن مبارك بيقولوا له: إلى متى تصنف؟ قال: لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد. الإمام أحمد بن حنبل: إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. واخد بال حضرتك؟ يبقى إذن ده مصلحة لنا إن إحنا ما نعرفش إمتى هنموت وإمتى هتقوم الساعة، علشان نجتهد ونستعد ونبذل كل طاقتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. حاجة التالتة من ضمن ثمرات الإيمان بأشارة الساعة إن الإخبار عن الغيوب المستقبلية ده من أهم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا جماعة؟ لأن الأمور الأشراط الساعة الصغرى والكبرى والحاد كلها دي أمور لا تدرك بالعقل، وإنما تأتي من خلال الغيب والوحي. يعني لولا أن في وحي بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشراط الساعة كذا وكذا، وأن من علامات الساعة كذا، ومن أشراط الساعة كذا، وأن في علامات الساعة صغرى وعلامات الساعة كبرى، وأن قبل يوم القيامة هيحصل كذا، لولا أن الوحي أخبر النبي عليه السلام بكذا ما كانش النبي نفسه عرف ولا حاجة، ولا كان أخبرنا بأي حاجة. خدت بالكم؟ يبقى إذن دي من أكبر الدلائل، وإن كانت الدلائل طبعا كثيرة جدا وعظيمة جدا، لكن من أكبر الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالغيبيات ديت. لأن طبعا الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. يبقى إذن من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من ضمن أشراط من ضمن ثمرات الإيمان بأشراط الساعة، إن ده هو الدليل على أو دليل من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إن ده هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيخبرنا بعلامات الساعة الصغرى والكبرى. وسبحان الملك، يعني أنا قلت لكم من أشراط الساعة الصغرى التي وقفت عليها من صحيح السنة، لأن أنا من خلال بحثي في مئات الكتب وجدت في حوالي 120 علامة صغرى، لكن بعد التنقيح والتأكد من صحة الأحاديث وجدت أن أغلبها أو مش أغلبها أن في كتير منها علامات ساعة صغرى، بس الأحاديث بتاعتها لا تصح فنحيتها جانبا. يعني في بعض الكتب تلاقي فيها علامات الساعة الصغرى 120 علامة، لكن ال 120 علامة ديت الصحيح منها 94،
والباقي كل الأحاديث التي وردت فيه أحاديث ضعيفة لا تصح أبدا. فعشان كده اكتفيت بالحسن والصحيح ونحيت كل حديث ضعيف من هذا الكتاب. يبقى إذن يبقى من ثمرات الإيمان بأشراط الساعة اللي إيه؟ إن دي دليل من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ونكمل مع بعض بقية ثمرات الإيمان بأشراط الساعة ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل ثمرات الإيمان بأشراط الساعة أحب أذكر أسماء الاثنين اللي فايزين. طبعا المرة دي هيبقوا فايزين بحاجة جديدة خالص اللي هي موسوعة القصص الإسلامي. هوريها لكم حالا دلوقتي. الفايزة الأولى الأخت مكتوب هي كاتبة ناجية نون ألف ناجية محمد يوسف الجمل ناجية محمد يوسف الجمل. والفايز الثاني أشرف محمود فتحي السيد أشرف محمود فتحي السيد. الاثنين إن شاء الله توجهوا للمكتبة غدا إن شاء الله، بس إن ما كانوش يقدروا يروحوا يبعتوا حد يكون معاه البطاقة بتاعتهم. السؤال الجديد بتاع الأسبوع دوت، من هو فاتح القسطنطينية؟ الإجابة الأولى محمد القاسم، الإجابة الثانية محمد ابن أبي بكر، الإجابة الثالثة محمد الفاتح. والفايزين أول اثنين فايزين هيفوزوا بموسوعة القصص الإسلامي. موسوعة القصص الإسلامي دي الموسوعة الثانية بعد الموسوعة الذهبية. وفي عجالة سريعة بس أقول لكم الكتب اللي فيها فقط كتاب قصص الصالحين والصالحات، طبعا كلها مجلدات ضخمة من 680 ل 1000 وشوية حاجات كده يعني. كتاب القصص الصالحين والصالحات بيذكر كل أحوال سلفنا الصالح من عباداتهم لأخلاقياتهم لسلوكياتهم لمعاملاتهم لكل حاجة في حياتهم في كتاب قصص الصالحين والصالحات. يجي الجزء اللي بعديه كتاب قصص الزاهدين والزاهدات، برضو بيوريك قدر الدنيا في قلوب الناس ديت كان عامل ازاي، فمن خلال برضو كتاب بيوريك بقى قصصهم الجميل وحياتهم الجميلة والزهد اللي كانوا عايشين فيه. الكتاب الثالث قصص التائبين، بيذكر لك بقى قصص التائبين والتائبات بقى سواء كانوا خد بالك من زمن الأنبياء والصحابة والتابعين إلى يومنا هذا. فمريت في الكتاب بالأربع أجيال، جيل الأنبياء، التوبات طبعا من الأمور البسيطة جدا يعني لأن طبعا الأنبياء معصومين من الوقوع في الكبائر عليهم صلاة رب وسلامه. الكتاب الرابع طبعا لو الإنسان وقع عليه ظلم ولا حاجة فبيسلك صدره أن يشوف نهايات الظالمين، فقصص نهاية الظالمين ده تتبعت فيه نهايات الظالمين من عهد آدم عليه السلام من قصة قابيل وهابيل وإلى الثورة المصرية والثورة السورية. اللي بعديه قصص التابعين، كتاب حوالي 960 صفحة فيه القصة بقى نفسها، مش مجرد بس قصص مواقف، لا قصة حياتهم، قصة حياة كثير جدا من التابعين زي كتاب أصحاب الرسول لكن ده عن زمن التابعين. الكتاب اللي بعده كتاب قصص مفاتيح الفرج، كل ما ورد في أسباب الفرج وأسباب تفريج الهموم والغموم والأشياء دي كلها والقصص بقى بتاع السلف في من وقع في غم أو مشكلة أو هم أو مصيبة إزاي ربنا فرج عنه، أوردت كله في هذا الكتاب، كتاب قصص مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. وكتاب قصة النهاية اللي هو أحداث نهاية العالم اللي احنا بنشرح فيه ده ونقعد نشرح فيه حوالي سنة كاملة، ده موجود أيضا في الموسوعة. وآخر كتابين هو عبارة عن كتاب واحد لكنه مجلدين 1040 صفحة اللي هو موسوعة غزوات الرسول الجزء الأول والجزء الثاني. طبعا يعني موسوعة غزوات الرسول بنشوف فيها بقى أخلاق الرسول عليه السلام في الحرب، كيف كانت غزواته كلها كلها رحمة وكلها يعني خلق لا يخطر على قلب بشر، وتفاصيل الغزوات والدروس المستفادة وكيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى وكيف كانت غزواته وكيف كانت تعاملاته مع أعدائه صلى الله عليه وسلم، كل ده من كتاب موسوعة غزوات الرسول. إن شاء الله الفائز الأول والثاني الفترة اللي جاية دي كلها يكون إن شاء الله بيحصل على موسوعة القصص الإسلامي، وإن شاء الله أظن المكتبة هتنزل لكم إعلانها بقى ابتداء من الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال ويجمعنا وإياكم على الخير دائما. تعالوا نكمل مع بعض
قصة النهاية وثمرات الإيمان بأشراط الساعة. قلنا الثمرة الأولى وقلنا الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة اللي احنا كنا بنذكرها من شوية اللي هي الإخبار، إن الأخبار الإخبار عن العيوب أو الغيوب المستقبلية ده من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى، وكل ما يجي بقى علامة من علامات الساعة الصغرى تحصل أو فيما بعد بقى لما تشوف علامات الساعة الكبرى، ده بيزود إيمانك ويقينك ويثبت قلبك وتجعل يعني كأنك فعلا كأنك شايف النبي قدامك وهو بيقول لك هيحصل كذا وهيحصل كذا ويحصل كذا. طبعا ده بيزود تثبيت الإيمان في قلبك، وبيكون في نفس الوقت إقامة الحجة على الكفار اللي كانوا بيكذبوا النبي عليه السلام وكانوا بعدين عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. فده بيكون من باب إلقاء الحجة عليهم إن كل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حصل زي ما هو. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت إن لما جه كسرى واخد بال حضرتك، فجي بعت اتنين من عماله، اتنين من عنده كده، قال لهم روحوا قبضوا لي حالا على محمد صلى الله عليه وسلم وهاتوا لي الحد عندنا. فجايين الاتنين بكل بساطه كده جايين عايزين ياخدوا النبي عليه السلام عشان يوصلوه مين؟ لكسرى. فهم كانوا بيسموه ربهم، يعني ايه؟ كانوا بيعتبروه اله. فبيقولوا له ان ربنا امرنا ان ناتي بك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ربي قد قتل ربكما الآن. إيه اللي حصل بقى؟ إن النبي لما جول الاتنين دول عشان يقولوا له عايزينك تيجي معانا، ربنا أطلعه على الغيب ونزل جبريل عليه السلام عشان يقول له إن كسرى ابنه بقى في اللحظة دي قام وقتله ومسك الحكم مكانه. فقال لهم إن ربي قد قتل ربكما الآن. قالوا له هذا لا يعلم إلا بالغيب، ده مش ممكن. شوف احنا قاعدين فين ودلوقتي في مدينه منوره، وشوف كسرى بقى فين، ده ما بيننا من بعض شهور سفر على الجمال يعني. قالوا له لان كنت صادقا فيما تقول لنوقنن انك نبي ولناتين ولنسلمن معك. فلما رجعوا وعرفوا ان ابن كسرى قتل اباه كسرى في اليوم دوت، وحسبوها احنا كنا عند محمد صلى الله عليه وسلم في يوم ايه، في يوم كذا وتاريخ كذا، واخد بالك. فلما رجعوا فقالوا لهم هو فعلا في اليوم ده وفي التاريخ ده وفي اللحظة دي ابن كسرى قتل كسرى. قالوا هذا لا يعلم إلا بإيه؟ بالغيب، بالوحي، ربنا هو اللي قال له. فرجعوا الاثنين وأسلموا ويعني سبحان الله، ودخل الإيمان قلوبهما بفضل الله سبحانه وتعالى. رابع حاجة من ثمرات الإيمان بأشارات الساعة إن أنت تعلم الكيفية الصحيحة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نتعامل مع بعض الأحداث المقبلة حتى لا يلتبس علينا وجه الحق. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهقرأ لك الحديث بنص من حديث عجيب جدا، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، خد بالك بقى، قال فنزلنا منزلا، وذكر حديث كده، ثم في آخر الحديث فقال إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. حاجة مهمة جدا، اجتمعوا عشان عايزين أقول لكم حاجة مهمة أوي. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى الكلام ده، الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ما فيش نبي جه قبلي إلا كان حقا عليه أن يخبر أمته بما هو خير لهم، خد بالك بقى، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. يعني حق على كل نبي من الأنبياء اللي جم قبلي أن هم يعلموا الأمة بتاعتهم خير الأشياء اللي هو يعرفها وشر الأشياء عشان يحذرهم منها. يعني يقول لهم خدوا بالكم من ده في خير، وخدوا بالكم واحذروا من ده عشان ده في شر. فبيقول ده حق على كل نبي، لأن النبي ينصح أمته، والنبي يحب الخير لأمته ويخاف عليهم من كل الشرور. دي مواصفات كل الأنبياء، خد بالك. يعني سبحان الله، ده النبي جاء وصفه في القرآن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لقد جاءكم من رسول من ربكم حريص عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، يعني سبحان الله، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله، يبقى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم. الله،
من يعني من صلى الله عليه وسلم، يعني كما يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أوسط قريش نسبا، يعني من أحسن قريش نسبا صلى الله عليه وسلم. يبقى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فبيقول لك إيه؟ بيقول لك وإن أمتكم، ده بيقول الصحابة، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، جعلت العافية بتاعت الأمة دي في أولها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي معهم بقى كل خير بيدلهم عليه وكل شر بيحذروا منه، إنما في آخر الزمان ممكن يكون ده عين الشر والناس بتأمرك بيه، وده عين الخير والناس بتحذرك منه، واخد بالك؟ آه، ما هو الأمور بتتدرج. زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، في زمن تاني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بفترات الفتن وغير ذلك، واخد بالك، يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا، ثم بعد ذلك يؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف، ودي أسوأ حاجة بقى اللي عليهم تقوم الساعة. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، خد بالك بقى، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة. النبي بيحكي بقى عن الفتن اللي بتحصل ايه في آخر الزمان، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. الفتنة دي بتمهد للفتنة اللي أكبر منها، واللي أكبر منها تمهد للفتنة اللي بعدها. طيب، فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. الفتنة دي هي دي خلاص، أنا كده دعت، أخذ بالك، ويظن أن خلاص هلاكه في الفتنة دي، ثم تنكشف الفتنة اللي كان بيقول أنا ههلك فيها، ولما تقعد تسأل نفسك كده ما جاتلكش في يوم الأيام فتنة، ما حصلتلكش مشكلة، وقلت أنا خلاص أنا ضعت دي نهايتي، وربنا كشف الفتنة دي والبلاء عنك؟ أكيد كتير جدا، وأكيد في قصص كتيرة جدا لو فتحنا الباب هنسمع، خد بالك. فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه برضو دي هتهلكني. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الله، هي دي النصرة. النبي اختصرها في آخر الحديث. النصرة مش إن أنا أعرف أقتل عدوي، أو إن أنا أعرف أطرده من الأرض إزاي، ولا أعمل فيه إيه، ولا أتصرف فيه إزاي، لأن ممكن عدوي ينصرف عن أرضي لكن أنا أموت على غير ديني، خد بالك. فالنصرة الحقيقية أن أنا أموت على الإسلام، على الدين، على التوحيد والإيمان. قال جل في علاه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله، خد بالك بقى، وربنا سبحانه وتعالى كتب النصرة يعني وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى جعل حقا عليه، أوجبه هو على نفسه إنه ينصر المؤمنين. وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. وقال وحيات كثيرة جدا جدا في نصرة إيه؟ في نصرة عباده المؤمنين وفي نصرة رسله سبحانه وتعالى. ومع ذلك بعض الرسل قتلوا، يبقى فين كانت النصرة بقى؟ طب ما كده في تناقض اهو. إزاي ربنا وعد بنصرة عباده المؤمنين ووعد بنصرة المرسلين والأنبياء والمرسلين، وفي نفس الوقت بعض الأنبياء كيحيى وزكريا قتلوا، واخد بالك؟ قالك لا، ده مش خذلان، حاشا لله أن يخذل وليا من أوليائه فضلا عن أن يخذل نبيا من أنبيائه، لكن أراد الله عز وجل كما قال أهل العلم أن يجمع للنبي الذي قتل أو ذبح، أراد أن يجمع له بين مرتبة النبوة والشهادة، ودي أعلى من مجرد مرتبة النبوة بس، خدت بالك؟ سبحان الملك. فإذا إيه؟ فالنصر الحقيقية أن تموت أنت على الحق، إن ربنا يكرمك مهما حدثت من فتن حواليك، حدثت فتنة قتل، فتنة مش عارف، فتنة مناصب، فتنة سياسة، فتنة دنيا، فلوس، نساء، مش عارف إيه، إن أنت تدعو بهذا الدعاء وإن أردت بالقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. الله، يا رب نجين وإياكم من الفتن يا رب العالمين. عشان كده النبي عليه السلام نصح بعض الصحابة اللي كانوا عايشين معاه
ببعض النصائح نفعتهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا النبي بشر سيدنا عثمان بان هو هيدخل الجنه مع بلوى تصيبه، لان هو هيقتل، والبلوى اللي تصيبه ديت وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين. حديث الاولين لما طلعوا على جبل احد، حديث البخاري ومسلم، فالجبل اهتز وكان فوقيه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي هو النبي والصديق هو ابو بكر والشهيدان هم عمر وعثمان، فعرفوا ان انت ايه هتموت شهيد، انت وعمر بن الخطاب انتوا الاثنين هتقتلوا شهداء. شوف قد ايه. وحته بقى ان هو بشره بالجنه على بلوى تصيبه، ده كان لما كان النبي عليه الصلاه والسلام في جوه في عند بئر اريس، وكان قاعد وحاطط رجليه في الميه كده، وبعدين كان ابو موسى الاشعري كان في الوقت ده قال هكون بواب النبي عليه الصلاه والسلام في اليوم ده، فلما واحد خبط مين ده ابو بكر، طب اذن له وبشره بالجنه، الثاني عمر اذن له وبشره بالجنه، ثم عند عثمان قال اذن له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه، ليه؟ ان هو هيقتل. طيب، واخبر عمار بن ياسر انه تقتله الفئه الباغيه. ولذلك لما وجد عمار بن ياسر رضي الله عنه ورضاه في معركة صفين مع علي بن أبي طالب ضد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع رب العالمين، عرفوا أن الفئة الباغية هي الفئة التي كانت تقاتل عليه، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه هو اللي كان على الحق، ولكن سيدنا معاوية كان متأولا للأمر ولم يكن يقصد أن يخالف الحق. كل الصحابة كانوا اللي أخطأ منهم كان متأولا ولم يقصد أبدا أن يخطئ. ولذلك نرجو الله عز وجل أن يكونوا جميعا القاتل والمقتول في الجنة إن شاء الله. ليه؟ لأن هم ما كانوا بيقاتلوا من أجل مغنم ولا من أجل دنيا أبدا ولا من أجل أي شيء، وإن من أجل الحق، ولكن اختلفت وجهات النظر، ودي هنتكلم عنها إن شاء الله لما يجي نتكلم عن أبواب الفتن. وكان حذيفة بن اليمان كما في الحديث الذي رواه البخاري كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. الحديث رواه البخاري كان حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ذا من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فكان يسأله كل حاجة، كل أبواب الشر اللي في الدنيا دي، عشان يعرف كيف يتقي الشر وكيف يكون سببا في أن يتقي المؤمن من بعده أي شر يحدث له في نهاية الزمان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي سوف ينحسر عنه نهر الفرات. خد بالك بقى لما نيجي نتكلم عن أشراط الساعة الصغرى هفكرك بحاجة عجيبة جدا، إن نهر الفرات ده خد بالك هينحسر إزاي. قالوا إما إن جهة النهر في المكان دوت هيحصل فيه مشكلة فيغير وجهة النهر إلى مصب أو إلى مكان آخر فينحسر الذهب، أو إن المية هتجف في المنطقة ديت وينحسر عن جبل من ذهب. حتى ان بعض الناس بيقولوا ان بدأت بداية العلامات تظهر ان في نهر الفرات في مكان ما بدأوا يروا اثار لقطع ذهب في مكان ما. النبي قال ايه بقى في الوقت ده والحديث رواه مسلم؟ نهانا ان لو حضرنا الواقعة ديت وشفنا الجبل اللي من ذهب ده انحصر عنه نهر الفرات محدش ياخد منه حاجة. ليه يا رسول الله؟ ده ذهب بقى يعني، والكل عارف طبعا يعني ان الذهب ده بيخلي العقل ورغم ذلك نبقى حصر. ليه؟ قال لك لان اخذ من الذهب ده هيكون فتنه. ليه فتنه بقى؟ قال لك لان كل الناس هيتقاتلوا من اجل الحصول على الذهب، حتى عدد القتلى هيكون عددهم قد ايه؟ لما اقول لحضراتكم هتقولوا مش ممكن حاجه غير طبيعيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر إن هيتقتل من كل 199. يا خبر أبيض، يعني لو رايح لجبل الذهب ده مثلا دلوقتي 100 هيتقتلوا فيتقتل 99 ويفضل واحد، وكمان شوية رايحين 100 هيتقتل 99 ويفضل واحد. تخيلوا حضراتكم من كل 100 هيتقتل 99 ويفضل واحد. فقالوا الله، طب ولما الناس عارفه كده وعارفين صدق النبي عليه السلام ايه اللي هيخليهم يروحوا يتقاتلوا على الجبل ده رغم انهم عارفين انهم هيتقتلوا؟ قال لك، شوف النبي وضح بقى، قال لك يقول كل واحد منهم لعلي اكون الواحد الذي ينجو. واضح معلش فاضل 5 دقايق بس ونخش على الصلاه. ان شاء الله نستقبل صلاتكم بس بعد 5 دقايق. خدتوا بالكم الموضوع عامل ازاي؟ يقول لك لعلي انا اكون الواحد الذي سينجو.
سبحان الملك. وبصر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بفتنة الدجال وأخبرهم إزاي إن هم يعني ينجوا من فتنة الدجال، وقال لنا كل أسباب النجاة من فتنة الدجال. الدجال ودي هنذكرها لما نتكلم على علامات الساعة الكبرى. آخر بقى ثمرة من ثمرات الإمام بأشارة الساعة، فتح باب الأمل، أو آخر علامتين، فتح باب الأمل والاستبشار بحسن العاقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالتمكين الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني الكرة الأرضية كلها، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وابر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل الذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. سبحان الملك. وقال لخباب بن الأرت كما عند البخاري قال: والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الدين أو هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. آخر بقى حاجة من ثمرات الإيمان بأشراط الساعة، مسألة مهمة جدا، إن ممكن تمر في الأيام المقبلة وقائع وأشياء للمسلمين وما يعرفوش يتصرفوا معها إزاي، فالنبي بيخبرنا إزاي نتصرف معها. أديك بس ثلاث أمثلة في ثلاث دقائق. مثال الأولين مثلا الدجال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال، وده هيجي لما نيجي نتكلم عن مسيح الدجال، هيمكث في الأرض قد يا جماعة فاكرين؟ هيمكث في الأرض 40 يوم. 40 يوم، اليوم الأولاني سنة، بسنة بمقدار سنة، واليوم الثاني بمقدار شهر، واليوم الثالث بأسبوع، وبقيت 37 يوم بالأيام العادية اللي احنا عايشينها. فالصحابة قالوا له: طب يا رسول الله، شوف بقى مسألة مهمة بتفيد الشعوب اللي عايشين مثلا في القطب الشمالي اللي بيكون عندهم مثلا ايه السنة 6 شهور نهار وست شهور ليل، في بلاد كده، طب هيصلي ازاي ده؟ فقالوا له: يا رسول الله، السنة بقى اليوم اللي هيبقى زي السنة ده يكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: لا، اقدروا لها قدرها، ما تقوليش يوم هيبقى بسنة كاملة أصلي فيه 5 صلوات، لا، صلي فيه صلوات كاملة بتاعت سنة كاملة، ولكن بالوقت بقى، واخد بالك؟ يعني دوري بدا بعد العصر، العصر بدا بعد دوري 3 ساعات، يبقى بعد ما تصلي الظهر 3 ساعات تروح مأذن وتقيم، واخد بالك؟ وهكذا اقدروا لها قدرة. يبقى دي حاجة اتعلمناها جميلة قوي من موضوع ايه؟ علامات الساعة. حاجة تانية، إن سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان، والحديث رواه مسلم، لن يقبل الجزية، مع ان المراحل الثلاثة اللي ايه؟ اعرض الاسلام، طب رفض الاسلام يبقى الجزية، والحاجة الثالثة القتال، ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم. طب ده سيدنا عيسى هيلغي الجزية اللي هي في النص، يبقى اعرض عليك الاسلام يا تسلم يا اما تقتل. الله، هو سيدنا عيسى هيلغي حاجة عملها النبي عليه السلام؟ لا، مش هيلغيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر إن سيدنا عيسى لما ينزل كحاكم من حكام الأمة المسلمة في آخر الزمان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الوقت ده الجزية ستلغى، يبقى يا إما إسلام يا إما قتل. دي حاجة ما كناش نعرفها، فلما عرفناها لما نيجي نوصل بقى لعهد سيدنا عيسى، يبقى كل ده إيه؟ هيبقى احنا عارفينه. اخر نقطة بقى، ان مثلا النبي عليه السلام ذكر صفات معينة للمهدي عليه السلام، ليه؟ علشان ما يجيش 100,000 دجال يجي يقول لك انا المهدي. اقسم بالله انا واحد من الناس، جاني اكتر من 2، كل واحد منهم يقول لي انا المهدي، خد بالك. فالنبي ذكر لنا صفات معينة عشان نعرف من خلالها من هو المهدي. احنا كده ذكرنا ثمرات الايمان بأشراط الساعة. الدرس اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن منكري البعث والأدلة على البعث يوم القيامة، ونتلقى اتصالات حضراتكم. السلام عليكم الحاجة سناء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وكتب الله في قلوبكم الإيمان وهداكم إلى الطيب من القول. آمين يا رب العالمين. وألقى عليك القبول في السماء وفي الأرض، فكنت محمودا وكنت اسما على مسمى بفضل الله. الله يبارك. عندي سؤالين، واحد عن الساعة وواحد عن الشيعة. حاضر، ينفع؟ عينيا. تسلم عينيك يا رب. اولا خلي بتاع الساعة الاول. عايزة الايقاع السريع من علامات الساعة. أيوه. وفي قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. حتى إذا استقرت الشمس اضطرب النظام الكوني كله. ما مظاهر هذا الاضطراب؟ وهل لها علاقة بطلوع الشمس من مغربها؟ نعم. أعلم، ولكن ليطمئن قلبي. حاضر. طيب هرجع لسؤال حضرتك حاجة سناء، بس ناخد الأخت هند. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أهلا وسهلا. ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا اخت هند، معاك على الهوا.
الو السلام عليكم. طب هي مش سمعانا يا استاذ، ربنا يبارك فيك يا رب. الاخت سناء بتسال سؤال جميل جدا، ربنا يحفظها ويبارك فيها رب العالمين. بتقول ان الايقاع السريع لعلامات الساعه، على فكره النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن اشراط الساعه الكبرى. اشراط الساعه الكبرى يعني هي اهم شويه. ليه؟ هقول لكم ليه. لان اشراط الساعه الصغرى بدات ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فايه فرتمها ايه بطيء قوي. شوف 1400 سنه، اكتر من 1400 سنه ولسه علامات الساعه الصغرى ايه شغاله، تمام. انما علامات الساعه الكبرى اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها كالعقد او كالعقد اذا انفرطت حباته. تخيل حضرتك كده لو جبت عقد او جبت سبحه ورحت ماسك الحبله بتاعتها ورحت ايه شايقها نصين، ايه اللي بيحصل؟ الحبات بتاعه العقد او الحبات بتاعه السبحه بيحصل ايه؟ بتنفرط وتجري ورا بعضها. هو دي علامات الساعه الكبرى. بمعنى ايه؟ بمعنى تيجي علامه الثانيه وراها على طول، وتيجي ده في حاجه، ده في ممكن علامات ساعه كبرى تظهر في وقت واحد علامتين. زي ايه؟ زي مثلا ظهور المسيح الدجال مباشره نزول عيسى ابن مريم، والاثنين علامه من علامات الساعه الكبرى وفي وقت واحد. وبعدين اتقتل الدجال ولسه عيسى ابن مريم عليه السلام لسه موجود، يوم يظهر يأجوج ومأجوج، ودي علامه ساعه كبرى ايضا. يبقى الثلاثه في وقت واحد، واخدين بالكم؟ زي برضو زي مثلا طلوع الشمس من مغربها وظهور الدابه، تمام. يبقى اذا في علامات الساعه الكبرى بتبقى متسارعه جدا وسريعه ورا بعضها. اما حته طلوع الشمس من مغربها، هل هي من علامات الساعه الكبرى؟ اي نعم، هي من علامات الساعه الكبرى. نعم، اتصل معنا. السلام عليكم. السلام عليكم ابو حمزه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحبك في الله يا شيخ، حبك الذي احببتني فيه. حضرتك بالنسبه لبعض الناس اللي عايزين مثلا نصراني عايز يسلم او حاجه زي كده، نعم، بيطرح سؤال مثلا في القران ان في وجود لياجوج وماجوج مذكورين يعني. نعم. بالنسبه للكره الارضيه يقول لك مثلا ممسوحه مسح شامل كل، نعم، سنتي الاقمار الصناعيه. يقول لك انا ازاي اقتنع مثلا؟ نعم، ده السؤال الاول. حاضر. السؤال الثاني، بالله رقم تليفونك يا شيخ، الامر هام جدا يعني. حاضر، في الكنترول ان شاء الله حبيب قلبي. بص يا ابو حمزه، هقول لحضرتك حاجه، ده من ضمن بقى الاعجاز بقى. زي ايه مثلا؟ ادي لحضرتك مثال. احنا الان في نور في الاستوديو وفي والكاميرات شغاله وحضرتك دلوقتي فاتح التلفزيون وشايفني. شايفني ليه؟ لان في كهرباء ماشيه في الاسلاك بتوصل لنا النور علشان نقدر نشتغل. فممكن واحد يقول لك بس انا مش شايف الكهرباء، لكن انا ممكن ان في كهرباء في السلك. يبقى اذا الكهرباء دي امر ايه بالنسبه لي انا؟ كانه غيب. انا شايف السلك اهو ومش شايف الكهرباء ماشيه فيه، بس انا عارف ان في كهرباء. شوف، وده امر دنيوي بسيط جدا. يأجوج ومأجوج موجودين، وعلى فكرة دي أمة بالملايين. يأجوج ومأجوج مش اتنين، مش واحد اسمه يأجوج والتاني اسمه مأجوج، لا، دي قبيلتين كبار جدا، يأجوج ومأجوج، واخد بالك؟ فدول أعدادهم بالملايين وموجودين ومش مستخبيين، عشان أعرفكم بقى، مش مستخبيين، دول موجودين بين في حاجز أو ورا حاجز بين جبلين، أدي جبل وأدي جبل، والحاجز معمول اللي عمله ذو القرنين، وبين الجبلين مين؟ قبيلة يأجوج وقبيلة مأجوج، وأعداد بالملايين وموجودة. طب إزاي وإذا كانت الطائرات كلها مسحت؟ لأن الله عز وجل لم يشأ أن يرى أحد من البشر تلك القبائل إلا بعد هدم السور مباشرة وخروج يأجوج ومأجوج، فحينئذ يأذن المولى عز وجل برؤيتهم. زي سبحان الله، أكون أنا عايش في الدنيا ولا أرى الملائكة، لكن قبل أن أموت مباشرة ولسه الروح ما خرجتش، تمام، وأنا شايف إيه؟ شايف الملائكة اللي نازلين لقبض روحي أو لتجهيز الروح بتاعت الملك الموت. فقال جل وعلا: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هي دي ايه المساله اللي احنا عايزين نخلي بالنا منها، ان مش كل حاجه. وحاجه تانية يعني، يديك امور برضو، امر من امور الغيب، لما بتفتح القبر في واحد بينعم واحد بيعذب، انا لا شايف نعيم ولا شايف عذاب، امور غيبيه ربنا اراد ان يخبئها عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. يبقى النبي يسمع ونحن لا نسمع.
ونحن لا نسمع. دي كان بعض الإجابات على بعض الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمنا ويكرمكم. موضوع أشارات الساعة الصغرى والكبرى وقصة النهاية وعلامات الساعة موضوع في غاية الخطورة وغاية الروعة والجمال، عشان كده محتاجين إن احنا نتعرف عليه من خلال نصوص صحيحة وصريحة من الكتاب ومن السنة. لقائي معاكم إن شاء الله يوم السبت القادم عن الذين أنكروا البعث وأنكروا القيامة وأنكروا الحساب، وإيه الرد اللي نرد عليهم، وإيه الأدلة اللي موجودة عندنا من كتاب ومن سنة في أدلة البعث والنشور. ثم في الحلقة اللي بعدها مباشرة نخش في الجد بقى ونبدأ في شرح علامات الساعة الصغرى. جزاكم الله عني خير الجزاء، وأنا أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء.